لازلنا في إطار بحث التطورات الاقتصادية الجارية في تركيا وتفاقم المشكلات المرتبطة بالدين الخارجي التركي. وفق ما تشيره إحصاءات وكالة بلومبرج الأمريكية، عبر الهاتف ينضم إلينا الأستاذ محمد نجم، المحلل الاقتصادي. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بحضرتك. كيف السبيل للخروج من مأزق حقيقي يعيشه إردوغان على مدار السنوات الماضية فيما يتعلق بالعملة المحلية ومعدلات تفاقم الدين الخارجي؟ أهلا وسهلا يا فندم، كنت أنا وحضرتك طيب والسادة المشاهدين. هو الخبر الخاص بالمساعدات القطرية للاقتصاد التركي اللي هي بتتمحور في حوالي 15 مليار دولار، وغيرها من المساعدات اللي جت من اليابان وبريطانيا، هي بشكل مبسط الهدف منها ان هم بيحاولوا على قد ما يقدروا، الدوله التركيه يعني بتحاول على قد ما تقدر ان هي تقلل من السحب من الاحتياطي النقدي اللي بالعمله الصعبه. العمله الصعبه هنا نقصد بيها الدولار واليورو. ازاي ده بيحصل؟ هو كل اللي بيستهدفوه او كل الغرض من الاتفاقيات دي هي اسمها اتفاقيات تبادل العمله. الغرض منها بشكل مبسط هو ايه؟ ان انا لما اجي اشتري بضاعه منك من قطر على سبيل المثال، ادي لك اشتري منك بالريال القطري وابيع لك بالليره التركيه بدل ما نتعامل بالدولار واليورو. نفس الامر مع بريطانيا، نفس الامر مع اليابان. هو السؤال بقى هنا الصح ده، هل تعاملات تركيا الخارجيه التجاره، انا بتكلم هنا على التجاره فقط، هل هي بتتمحور فقط او بتركز فقط؟ طيب استاذ محمد، هو فقط في جزئيه مرتبطه بالدين الخارجي، لان هناك ديون قريبه الاجل للغايه يتعين على تركيا سدادها، وحجم الدين اكبر. بالظبط بالظبط، ما انا كنت جاي برضه للنقطه دي، هشرحها بالتدريج. يعني انه المساله ليست فقط في التجاره، بس استاذنك لو تسمح لي ان انا اخلص نقطتي فيما يخص التجاره. هم دلوقتي عملوا اتفاقيه تبادل عمله لتمويل التجاره المتبادله بينهم، ان انا اشتري من قطر او قطر تشتري مني بالعملات بتاعتها، بالليره التركيه والريال القطري. بس هل تركيا بتتعامل مع قطر فقط؟ لا، تركيا في تجارتها الخارجيه اللي هي بتقدر بحوالي 400 مليار دولار، دي بتتعامل مع اكثر من 150 دوله، واغلبها مع دول الاتحاد الاوروبي. فاذا تركيا محتاجه يورو، مش محتاجه الريال القطري، مش محتاجه الين الياباني، لان الوزن النسبي لليابان وقطر في التجاره الخارجيه، حتى بريطانيا كمان، الوزن النسبي ليهم في التجاره الخارجيه لتركيا ضعيف جدا، اقل من 10%. غير ان اغلى التجاره التركيه مع العالم الخارجي بتتم مع دول الاتحاد الاوروبي باليورو. فاذا طالما ما فيش يورو، حتى حضرتك لو تشوف وجهه نظر واراء المتعاملين في السوق التركي، سواء تجار او مستثمرين على هذه الاتفاقيه وتعليقهم عليها، هتلاقي ان هم بيقولوا نفس الكلام، ان احنا عايزين يورو ودولار، احنا مش عايزين الريال القطري او الين الياباني، لان ده ملوش اي فايده. هو فقط عامل زي المسكن للازمه، مسكن مؤقت، لكن مش ده هو ده الحل للازمه. الحل هو ان احنا يبقى عندنا موارد مستدامه من العمله الصعبه الرئيسيه اللي هي الدولار واليورو. الرهان المستمر من جانب الحكومة التركية على مدار السنوات العشر أو الخمس عشرة الأخيرة كان مرتبط بالنشاط الصناعي الذي تقوم به بعض الشركات الأوروبية داخل الأراضي التركية، ومحاولة استدرار العملة الأجنبية سواء كانت يورو أو دولار. لماذا لم يعد هذا السلاح فعالا أو ناجعا في هذه المرحلة؟ لأنه في منذ الانقلاب الفاسد ومن قبله، لكن الذروة كانت في الانقلاب الفاسد، حدث يعني تخبط كبير جدا في السياسات العامة المتبعة في تركيا، سواء السياسات الخارجية أو احنا بنتكلم عن انه سعر الفائده وصل ل 22%، حصل اقاله لمحافظ البنك المركزي التركي، حصل تدخل في السياسات الماليه بان هو استدعى قريبه او زوج ابنته اللي يتولى منصب وزير الخزانه التركيه، حصل كمان انه انفض من حوله كمان اهم الاقتصاديين في حزب العداله والتنميه زي علي باباجان، وهو اهم الرجال اللي بنوا الاقتصاد التركي مع اردوغان في سنه 2002 لحد 2015. الرجال اللي كانوا حواليه كلهم انفضوا وحاولوا، فبالتالي النهارده احنا عندنا ازمه كبيره جدا في السياسات، السياسات الاقتصاديه المتبعه هي السبب الرئيسي، والسياسات الدبلوماسيه والسياسات الخارجيه المتبعه هي برضه السبب الرئيسي في انه حصل انخفاض كبير في تدفقات الموارد النقد الاجنبيه التركيه، وجزء رئيسي منها اللي حضرتك قلته منذ قليل عن التدخل التركي في ليبيا، والتدخل التركي في سوريا، التدخل التركي الغير مشروع في دول المنطقه وتمويل الميليشيات ونقلها من سوريا الى ليبيا، كل ده ليه تأليف. بس الاسوء من كده هو السمعه، سمعه الاقتصاد التركي، سمعه السوق التركي، ان النهارده لم تعد هذه السمعه مثل الناس كانت عليها في 2011 او 2010 او 2008. النهارده اصبحت تركيا راعيه للارهاب، دوله مشهوره بدعمها وتمويلها للجماعات والميليشيات المسلحه، فبالتالي السمعه هنا كانت اخطر بكثير جدا من الانخفاض اللي حصل في النقد الاجنبي. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد نجم، الباحث الاقتصادي منضما إلينا عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك.